كان المنتخب الأولمبي يواصل تحضيراته استعداداً للمواجهة المرتقبة آسيوياً أمام السعودية. من خلال الوحدة التدريبية وملاحظتنا وقربنا على اللاعبين يعني نشعر أنه هناك اندفاع كبير إن شاء الله، وأنا متأكد المنتخب سوف يظهر بمستوى متغير في هذا اللقاء. نعم الطريق صار صعب، لكنه إن شاء الله نكون عند قدر المسؤولية ونحقق ما نطمح إليه ونرضي شارعنا الرياضي بإذن الله. يعني مركزين وجاهزين وإن شاء الله ننظم نتيجة زينة إن شاء الله.